السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج الماس جورنال أو كراس الرياضيات الخاص بكي جي 1 الترم الثاني، وكنا أنهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية لسون 83 أو الدرس رقم 83، والنهاردة هنشرح إن شاء الله من لسون 84 حتى لسون 90 أو من الدرس رقم 84 حتى الدرس رقم 90. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. من أول لسون 84 يا أصحابي حتى لسون 90 الدروس بتتكلم عن الـ subtraction أو عملية الطرح، إزاي نعمل عملية طرح والطرق المختلفة اللي نقدر نعمل بيها عملية طرح، وكمان هنعرف قيمة العملات من أول الجنيه المصري الواحد والخمسة جنيه والعشرة جنيه، كمان هنعرف شكلهم ونعرف الفرق بينهم ونعرف إزاي نعدهم ونعرف قيمتهم لو معانا مجموعة من الفلوس في إيدنا عايزين نعرف عددها قد إيه. طبعا دي المواضيع أو الموضوع اللي بيتكلم عنه درس النهاردة. فأول حاجة يا أصحابي بالنسبة للـ subtraction أو عملية الطرح، المفروض إن في طرق مختلفة نقدر نقوم بيها ونعرف نحل أي subtraction problem أو أي مسألة خاصة بعملية الطرح. أول حاجة في حاجة اسمها طريقة الكل والجزء. يعني ايه الكل ويعني ايه الجزء؟ يعني مثلا بيبقى عندنا رقم كبير هو ده الكل، لما نيجي نطرح منه رقم وده الجزء اللي احنا هنطرحه من الرقم الكبير ده، هيتبقى جزء تاني اللي هو الناتج او المتبقي او اللي هو الحل. يعني مثلا لو عندنا كيك او كعكة يعني متقسمة لست قطع، زي ما احنا شايفين قدامنا لو عندنا كيك مثلا او بيتزا اي حاجة ومتقسمة لست قطع، لو انت اكلت جزء من الكيك دي او من البيتزا دي واتبقى معاك 3 قطع من الست قطع، المفروض الجزء اللي انت اكلته ده كان كام قطعة؟ هو هنا يا اصحابي بيوضح لنا مفهوم الكل والجزء. يعني ايه الكل؟ اللي هو الكيك كله على بعضه بالست قطع كلها اللي مكونين الكيك. ايه هو الجزء؟ الجزء اللي انت اكلته او الجزء اللي اتبقى، دول جزئين بيكونوا الكل. انت اكلت جزء واتبقى معاك 3 قطع، المفروض ان انت اكلت كام قطعة؟ 3 قطع. ليه؟ لان هو ده الجزء اللي ناقص. هو هنا بيوضح لنا المفهوم بتاع الكل والمفهوم بتاع الجزء. الجزء اللي انت اكلته مع الجزء اللي اتبقى بيساوي الكل، مجموعهم هما الاثنين مع بعض بيدونا الكل اللي هو الكيك كله على بعض. طب في مثلا مفهوم تاني او طريقة تانية ممكن نحل بيها برضو عملية الطرح او subtraction problem. مثلا لو انت معاك 5 apples او 5 تفاحات، you ate، انت اكلت 3 of them، كلت 3 بس منهم، المفروض هيتبقى معاك كام؟ لو انت كان معاك 5 تفاحات او 5 apples انت اكلت 3 of them او 3 منهم، المفروض هيتبقى معاك كام؟ 2. شاطرين، 2 apples او تفاحتين. لو انت طلعت 5 تفاحات على صوابع ايدك وبعدين شلت منهم 3 او 3، المفروض هيتبقى معاك ايه؟ معاك 2. يبقى انت هنا واضح قدامك فكرة عملية الطرح، ان انت ممكن تطرح برضو على صوابع ايدك وتبقى عارف الجزء اللي ناقص تعرف تطلعه ازاي، او اللي هو الناتج او اللي هو الاجابة بتاع subtraction problem او عملية الطرح. تالت حاجة يا اصحابي هي المقارنة او الكمباريزون. المقارنة ان احنا بنقارن رقمين ببعض. يعني مثلا لو انا قلتلك ان انا معايا 2 oranges او برتقالتين وانت معاك 3 oranges او 3 برتقالات، المفروض انت معاك كام برتقالة او كام orange
زيادة عن اللي معايا. انا معايا 2 وانت معاك 3، يبقى المفروض انت معاك كام برتقالة زيادة عن الاورنجز اللي معايا؟ 1. شاطرين، 1 اورنج، لان الفرق بين ال 3 وال 2 هو 1. لو طلعت 3 على صوابع ايدك وشلت منهم 2 هيتبقى معاك 1. وبهنا عرفنا فكرة المقارنة او الكمباريزن، ازاي لما تقارن بين رقمين تعرف الفرق بينهم، تعرف مين اللي اكبر ومين اللي اصغر والفرق بينهم قد ايه. وده طبعا جزء من الشرح الخاص بالسبتراكشن او السبتراكشن بروبلمز، ازاي تحل مسائل الخاصة بعملية الطرح. تاني حاجة يا أصحابي عايزين نعرفها ونتعرف عليها هي القيمة الخاصة بالعملات. أول حاجة الوان باوند أو الجنيه الواحد، زي ما احنا شايفين يا أصحابي هو ده شكل الجنيه المصري. تاني حاجة الورقة الخاصة بالفايف باوند أو الخمسة جنيه، وده شكلها وزي ما احنا شايفين قدامنا ده شكل الفايف باوند، وهي طبعا بتساوي 5 ورقات، كل ورقة منهم 1 pound زي ما احنا شايفين قدامنا. تالت حاجة اصحابي الورقة او العملة الخاصة بال 10 pounds او العشرة جنيه، وده شكل ال 10 pounds او العشرة جنيه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان ورقة ال 10 pounds او العشرة جنيه بتساوي 10 ورقات، كل ورقة منهم 1 pound او 1 جنيه، وبتساوي كمان ورقتين كل ورقة منهم 5 pounds او 5 جنيه، وبتساوي كمان ورقة واحدة قيمتها 5 pounds او 5 جنيه، وخمس ورقات كل ورقة منهم ب 1 pound او ب 1 جنيه. وبكده احنا عرفنا شكل العملات النقدية الخاصة بال 1 pound وال 5 pounds وال 10 pounds كمان. وتعالوا نروح مع بعض للماس جورنال نحل المسائل او الماس بروبلمز الموجودة فيه، خليكوا معي. ونوصل لبيج 112 او صفحة 112، وزي ما احنا شايفين يا اصحابي فيها lesson 84 او الدرس رقم 84. وبيقول لنا هنا draw the teacher's subtraction stories، ارسم هنا الستوريز او القصص الخاصة بعملية الطرح subtraction اللي قالكوا عليها التيتشر بتاعكوا او المعلم بتاعكوا في الكلاس روم، هتعمل لها رسم هنا. وبيقول لك كمان draw your own subtraction story during share، ارسم كمان الستوري او القصة اللي انت كمان ساهمت في الحل بتاعها وانت في الكلاس روم مع التيتشر بتاعك. فطبعا المفروض طبقا للتيتشر جايد او دليل المعلم، التيتشر بتاعكو في الكلاس روم هيديكو بعض الماس بروبلمز او المسائل الرياضية في شكل قصص جميلة هيقولها لكم في الكلاس روم، فانتو هتحاولوا تحلوها مع بعض وانتو بتتخيلوا، بتستخدموا خيالكو، بتتخيلوا ازاي الحل بتاع الماس بروبلمز دي. تعالوا ناخد الماس بروبلمز دي ونعرف ايه هي، وبعدين نتخيل شكل حلها عامل ازاي، وبعد كده هترسموا الستوريز او القصص دي في الماس جورنال بتاعكو هنا، وهترسموا الستوري او الستوريز القصة او القصص اللي انتو ساهمتوا في حلها بعد كده. فاول حاجة يا اصحابي المفروض ان التيتشر بتاعكو او المعلم بتاعكو في الكلاس روم هيقول لكم احنا هنجرب نعمل عملية السبتراكشن او عملية الطرح عن طريق ان احنا نحكي حدوتة او نحكي ستوري صغيرة. فاول حاجة اول ستوري او اول قصة من القصص اللي المفروض هيقولها لكم ان كان في 6 birds او 6 عصافير، 6 birds كانوا واقفين على الشجرة. وعلشان اسهل عليكو عملية الرسم الخاصة بالبيردز او العصافير هقولكو ان انتو ممكن ترسموا العصافير دي وهي واقفة على الشجرة في شكل مثلثات،
يعني هيبقى عندكو 6 مثلثات او 6 triangles. المثلث زي ما احنا عارفين اسمه triangle، طبعا ده شكل المثلث زي ما احنا شايفين قدامنا. لو انتو عندكو 6 birds او 6 عصافير، وهنرسم كل عصفورة على شكل triangle او على شكل مثلث واقفين على الشجرة او on the tree، on the tree على الشجرة. والمفروض ان بعد ما نرسم الشجرة ونرسم عليها ال 6 birds او ال 6 عصافير دول، التيتشر بتاعكو هيقولكو ان في 2 birds او عصفورين flow away او طاروا بعيد. فالمفروض ان ال 6 birds او ال 6 عصافير ال on the tree او اللي على الشجرة طار منهم 2. فالمفروض ان انتوا هتعملوا ايه؟ هتشطبوا على 2 من اللي انتوا رسمتوهم على التري او على الشجرة. فيقولكوا بعد كده المفروض هيبقى على التري او على الشجرة how many birds او كام عصفور. 4. شاطرين، 4 او 4 birds، 4 عصافير. لان انت لما تعد حتى الترايانجلز او البيردز اللي احنا رسمناها على التري ونشيل منهم 2 او نعمل عليهم او نشطب منهم 2، هيتبقى معانا 4 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب دي اول ستوري او اول قصة. تاني ستوري او تاني قصة المفروض ان التيتشر بتاعكو هيقولكو عليها في الكلاس روم، ان انتو كان معاكم مجموعة من التين. انتو عارفين الفج او التين، الثمرة الجميلة الحلوة اللي طعمها حلو دي، وده شكلها طبعا. انتو كان معاكم 8 تينات او 8 فجز، وطبعا هو التيتشر بتاعكو هيقولكو لو انتو مش هتعرفوا ترسموا شكل الفج او شكل التين، ممكن ترسموا ثمرة الفج او ثمرة التين على شكل تراي انجل او على شكل مثلث زي ما اتفقنا قبل كده. فانتوا هترسموا 8 triangles او 8 مثلثات، كل واحدة منهم المفروض ان هي ثمرة من ثمرات الفج او التين. فبعد ما رسمنا ال 8 triangles او 8 مثلثات اللي هم 8 ثمرات التين، المفروض ان انتوا كل واحد فيكم هياكل منهم 4 figs او 4 ثمرات من التين. فاحنا دلوقتي المفروض هيتبقى معانا كام بعد ما كلنا 4 من ال 8؟ شاطرين، 4 او 4 figs. ليه؟ لان احنا لما نشيل ال 4 من ال 8 هيتبقى معانا 4 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا عرفنا نعمل حل للستوري دي اللي هي الخاصة بعملية السبتراكشن او عملية الطرح. ودي الستوريز او القصص المفروض تكونوا اخدتوها في الكلاس روم، وعرفتوا ازاي تتخيلوا وعن طريق الخيال بتاعكو ان انتوا تحلوا السبتراكشن بروبلمز او المسائل الخاصة بعملية الطرح. فالمفروض زي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي هنا في الماس جورنال، هو مدينا البيج الخاصة ب 112 او صفحة 112، والصفحة اللي بعد منها كمان اللي هي 113. دول صفحتين المفروض ان انتوا هترسموا فيهم التو ستوريز او القصتين اللي احنا قلنا عليهم من شوية. الستوري الأولانية الخاصة بالسكس بيردز أو الست طيور اللي طار منهم 2 بيردز من على الشجرة، واتبقى بعد كده انتوا فاكرين كام؟ طبعا هترسموهم هنا وهتحلوهم. والصفحة اللي بعد كده هترسموا فيها ال 8 triangles أو الثمان مثلثات اللي هما المفروض ان هما 8 figs أو 8 تينات، وانتوا بعد كده اكلتوا منهم 4 زي ما احنا اتفقنا. وانتوا طبعا فاكرين اتبقى معاكوا كام؟ 4. شاطرين، 4 زي ما احنا اتفقنا من شوية. فهترسموا هنا ال 2 stories دول او القصتين دول. وبكده نكون حلينا الدرس ده،
ونتنقل للليسون اللي بعد كده، خليكم معايا. طبعا يا اصحابي ليسون 86 موجودة في الماث جورنال على طول بعد ليسون 84، لان ليسون 85 هي الجزء المكمل لليسون 84 واحنا اخذناه مع بعض من شوية، وفيها نفس الشرح الخاص بالسبتراكشن بروبلمز او المسائل الخاصة بعملية الطرح. وفي بيج 114 في الماث جورنال موجود ليسون 86 او الدرس رقم 86، وهنا بيقول لنا illustrate يعني ارسم رسم توضيحي للسبتراكشن ستوري او للمسألة الخاصة او للقصة الخاصة بعملية الطرح اللي انت اخدتها في الكلاس روم. تعالوا نرجع للتيتشر جايد نشوف السبتراكشن ستوري او القصة الخاصة بعملية الطرح والستوري الخاصة بليسون 86 او القصة الخاصة بليسون 86. المفروض ان التيتشر بتاعكو في الكلاس روم هيقول لكو ان احنا لو معانا 3 بالونز او 3 بالونات، وهيقول لكو طبعا حاولوا تتخيلوا ان في 3 بالونز او 3 بالونات موجودين معاكم، وبعدين تعالوا نعمل بلو اب او نعمل او نفرقع 2 منهم او 2 of them. فتخيلوا ان انتوا فرقعتوا 2 او عملتوا بلو اب فرقعتوا 2 بالونز من ال 3 بالونز دول، المفروض ان انتوا هيكون معاكم كام بالون باقي؟ 1. شاطرين، 1 او 1 بالون زي ما احنا شايفين قدامنا. وطبعا هنا اول مره هنبتدي نتعلم ازاي نكتب السبتراكشن بروبلمز او المسائل الخاصه بعمليه الطرح. فلما نيجي نعبر عن الستوري الجميله دي في شكل ارقام، شكل نمبرز، هنكتب اول حاجه نمبر 3 او رقم 3 اللي هم ال 3 بالونز او الثلاث بالونات اللي احنا كنا بنتكلم عليهم في الاول. وبعدين هنكتب الساين دي او العلامه دي اللي هي اسمها ماينس، ودي العلامه الخاصه بالسبتراكشن او بعمليه الطرح. قبل ما نشيل رقم من رقم لازم نكتب ماينس او ناقص يعني، فنكتب 3 ماينس وبعدين هنكتب 2 زي ما احنا شايفين قدامنا اللي هما 2 بالونز اللي فرقعوا واحنا فرقعناهم، وبعدين هنكتب equals او يساوي زي ما احنا شايفين قدامنا، وبنكتب طبعا equals او يساوي علشان نقول ان احنا بعد كده هنقول الحل او الرقم المتبقي اللي اتبقى معانا بعد ما شلنا الرقم الصغير ده من الرقم الكبير ده، او بعد ما شلنا ال2 من 3. فبنقول equals وبعدين هنكتب 1 زي ما احنا شايفين قدامنا، لان احنا اتبقى معانا 1 بالون او بالونة واحدة هي دي اللي اتبقت معانا، وهو ده الحل الصحيح للماث بروبلم دي او للمسألة الرياضية دي. 3 minus 2 equals 1، هي بتتقري كده وبتتنطق كده، 3 اللي هو number 3 minus اللي هو ناقص 2 اللي هو رقم 2 اللي احنا شلناه من 3 ده equals بيساوي 1 اللي هو البالونة الواحدة اللي اتبقت معانا، وهو ده حل الماث بروبلم دي. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة وعرفنا الماث بروبلمز ازاي بتتحل، والشرح الخاص بالسبتراكشن بروبلمز او مسائل الطرح وازاي بنحلها، واخر حاجة ازاي نكتب سبتراكشن بروبلم او ازاي نكتب مسألة رياضية خاصة بعملية الطرح زي ما خدنا من شوية. وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في
وصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو، وانا سايب لكم كمان اللينكس او الروابط الخاصة بكل قوائم التشغيل الخاصة بالترم الاول والترم الثاني، الخاصة بكل المراحل. لو حابين ترجعوا لأي درس هتقدروا ترجعوا له بمنتهى السهولة. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.